سمية. السلام الو عليكم. اتفضلي يلا بسرعه انتوا بقى. الو السلام عليكم. يلا يا سمية. وعليكم السلام. لو سمحت دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك. انا جوزي مانعني ان انا اشوف اختي بقالي سنتين وشويه. سبب طيب. مشكله كانت حصلت بيني وبينها، يعني مش هو كان متسبب فيها. وكنت حامل في الوقت ده، فتعبت وكده. فهو من ساعتها مانعني ان انا اشوف اختي دي ولا اكلمها. وانا دلوقتي ابني عنده سنتين وحامل في العيل التاني، وهي اتجوزت وخلفت، ولحد دلوقتي ما شفتهاش خالص. ايوه. انا عايزه اسال حضرتك، هل ممكن اشوفها من ورا؟ هو طبعا مانعني ان انا اشوفها خالص. هو ما علقش يمين ولا حاجه؟ لا، ما قاليش مثلا عليا الطلاق مثلا، ولا او الكلام لو ده. شفتيها ولا حاجه، ولا حاجه قال لي ما تبقى اخد طالب. لحد ما اموت. لا، هو احنا لو قلنا حبيبتي، لو قلنا اشوفيها من وراه، بعد اسبوع هيحصل حاجه تانية هتعمليها من وراه، لغايه لما تبقى كل حاجه من وراه، فجاه هتلاقيه قدامك، واللي من وراه بقى قدامه، يا يجيب بطنك نصين، يا يطلق، يا يقتل، يا يطلع من هدومه ويكفر. لا، هو جوزك اللي عايز النصيحه. كان انا المفروض عليا اسالك الاول سؤال، ايه السبب اللي خلاه يمنعك من اختك؟ يعني ممكن تكون حرقت دمه، وعملت عمل مش كويسه، هي اساءت كانت اليه. بتعمل فيا انا عمايل مش كويسه، وانا كنت بقول له. كانت بتعمل فيك انت عمايل كويسه، وانت عشان وانا هبله. كنت لا، بحكي له ان هو بس انت لازم تعترفي انك هبله. بالظبط. ايوه شاطره، لان انا انا عارف. اختي تعمل فيا عمايل مش كويسه، اقولها لجوزي ليه؟ دي اخت انا، وتعمل فيا ابلعها واهضمها. واهو هذه المشكله اتطورت اهي، عشان الاسبوع اللي فات كانت بتقول لك ايه ده، انا كلمت واحد في التليفون عايز اقول لجوزي عشان ضميري نبعني تعانيبع. اهي اختها مضايقاها، قال لها طب خلاص، عشان يريح الجمجمه، يريح الجمجمه من الحكاوي الغبره. ما دام اختك بتضايقك كده، طب والله ما انت شايف واحد تاني ممكن يعلق طلاق. انا بقول له يا حاج عبده، هو اسمه ايه؟ مش مهم. هقول له يا حاج عبده، اعمل معروف لله وانت داخل على رمضان، ورمضان مش عله ولا سبب ولا حاجه، بس اهي مناسبه. يعني ايه؟ قلبك مشروح لله وللعباده وللتطوع والافطار صائم، خد ثواب الاكباد. انا عايز